القاسم يحقق الفوز الثاني على التوالي بفريق فقير ماديا للأمانة يعني. مرة فقير ماليا. لعد ليش يشارك بالدوري؟ ودي أربع ترفيه. لا يشارك بالدوري. الأموال ما وصلت. بعدها الأموال ما وصلت. أموال الأربعة. أنا شو أسوي الأموال؟ أنا لا تقول لي. لا تقول لي فريق ممتاز جدا. صحيح. ثلاث سنوات أربعة يلعب كرة قدم ممتازة. جمهور جيد. جمهور حلو. لكن من أنا فائز مباراتين وأطلع. واطلع مدرب بجولتين مختلفه يقول انه انا دينار واحد ما عندنا بالهذا، يعني ليش اصلا صرح هذا التصريح؟ يا اخوان انتظر الفلوس، مو اقول لكم اكو 4 مليار لكل نادي، انتظر الفلوس. يعني نعم الادارات الانديه تتحمل مسؤوليه، الادارات الانديه ساكته والمدربون هم المظلومين. تعرف ليش؟ الادارات الانديه منتظره من تجي ال 4 مليارات شو وقت ما تجي، لكن ما يعرف المدرب شنو اللي يعاني مع اللاعبين، لاعبين ما يستلمون مستحقات، يلعبون فقط لاسم القاسم او الاسم المدينة. الاسم المدينه اللي هذا، لكن انا اقول انه الاستعجال بالتصريح، فريق ماشي بطريقه صحيحه وفاز فوزتين، لا تصرح انه ماديا وتزيد هذا الكلام امام اللاعبين، واللاعبين يجوز ياخذها شماعه في الدور الثالث وبعدين يخسر. فانا اقول الفريق القاسم خليه ما دام ماشي هالدورين الثلاثه، خليه يمشي ولا تصرح التصريح، لكن هو فريق جيد ويلعب كره قدم هذا. وبالمناسبه مبروك له، لو دعم هذا الفريق بصوره صحيحه اعتقد يكون من الفرق اللي صعبه على الفرق في ملعب الكوت. أربيل لم يحقق